عم لي هاي التالفي والله عم تعذبنا كتير كتير، يعني الزباين ما عم يتقبل ابدا. وهذا الموضوع هون عندنا يعني كتير، يعني صار انه في هاي العملة تعبت كتير، لازم يلاقونا حل. يعني دار التراخيص او القائمين هذا العمل انه التبديل لهالعملة هاي، يعني كل فترة مثلا يجمعوا شو في هيك عملة تالفي بدلونا اياها بالبنك.